كله بس. يلا دكتور السلام عليكم. دكتورة، طب ايش النقاط اللي هيك لما الواحد يبلش يحس انه زور بوجعه وعنده عطاس هيك؟ يعني اليوم انا بلشت هيك ان الصبح احس حالي بعطس كتير، وايش خلال هذا الوقت؟ اشتغلي على نقاط الرئة والقولون، الرئة متجاوزة القولون. يعني نقطة أربعة ونقطة عشرة أبلش عليهن. لما نيجي نبدأ نتكلم على أي نقطة ما ينفعش نقول ابتسام بس، ابتسام هاش، فهمتني؟ أربعة وخمسة دي ما تنفعليش. تقولي إيه؟ قولون أربعة، قولون أربعة، والعشرة رئة عشرة. الرئة 11، الرئة 10، ممتازين جدا. بصوا يا جماعه، لما يكون حاجه داخله زي برد او زي حاجه داخله عليكي، يبقى النقاط الاخيره رائعه جدا. يعني لو عملت تحفيز لهذه النقاط، الرئه 11 وقولون واحد كده، ما شاء الله تبارك الله، النتيجه تبقى حلوه قوي معاك، فهمتني؟ ان شاء الله. ودكتور النقاط اللي كتبتي لي اياها على الخاص، بس ممكن يعني انك اشوف كيف يعني مكان النقطه وين على الصوره عندك اذا امكن؟ نعم والله ما فاكره اني كتبت لك اوجاع الدوره وضغط العيون، هيك تحس الراس بتشتغل على المراره والكبد. ماشي طيب، صلى الله على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أوجاع الدورة وإيه تاني؟ وبتقولي هيك تحس العيون فيهن شد، فيهن ضغطة، يعني بطلع على التلفون مثلا بحس حالي هيك مش قادر أضل مدققة مثلا بالتلفون. طيب ماشي. إن شاء الله. طيب بالنسبة لي ألام الدورة أهم النقاط، من النقاط الرائعة جدا، تمام، وهي نقطة قولون أربعة. قولون أربعة دي مسكن عام لألام الجسم، قولون أربعة، تمام كده. طيب بعد كده من ألام الدورة لابد إن إحنا نشتغل على حاجة اسمها سبلين سكس. سبلين سكس من أهم النقاط اللي رائعة جدا لألام الدورة. أول حاجة الكعب الداخلي، فينا عظمة كده اسمها عظمة بز الرجل، لو قسنا عبارة عن 3 تصن من بتوع المريض، تمام كده، هتقيسي ما بين تقيسي أول حاجة تحط إيدك على عظمة بز الرجل كده وتقيسي 3 تصن بتوعك، هتلاقيها هتيجي هنا نقطة 3 تصن اللي هي سبلين 6. سبلين 6 يمين وشمال، لأدي الرجل من الداخل مش من الخارج، خدي بالك، الرجل من الداخل، وهتقيسي 3 تصن هتطلع عند طحال 6. نقطة طحال 6 يمين ويسار، دي رائعة جدا 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 لآلام الدورة، وتعمل عليها دراسات. طيب ممكن يبقى دي نقطة مهمة جدا، ونقطة قولون أربعة مهمة جدا لآلام الدورة. ممكن حضرتك لو درستي حجامة هتحطي كاسات موضعية أسفل البطن وأسفل الظهر، رائعة جدا جدا جدا. حجامة جافة، حجامة جافة أسفل البطن والظهر، هتبقى رائعة جدا 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 بالنسبة لي، تمام كده. دول كده على السريع. في نقطة اسمها نقطة الرحم، وهي سبلين 8. سبلين 8 دي بتجيبيها ازاي؟ اول حاجه تجيب الكعب الداخلي، تمام كده، وتمشي مع العظمه دي لغايه ما تحسي نفسك ان انت داخله كده تحت راس العظمه الكبيره دي اللي هي التيبيا. التيبيا يعني ايه؟ القصبه. اول ما تلاقي نفسك كانك داخله كده تحسيها كده، تحسي من تحتها 3 تصن وتدخلي بالابره هنا او كاسه، يبقى اسمها سبلين 8 او طحال 8، وهي نقطه ليه اسمها متخصصه كده، اسمها نقطه الرحم لجميع مشاكل الرحم. يبقى انت عايزه تقولي لي اول حاجه سبلين 6 هتنفع في مشاكل الدورة، وهتنفع في مشاكل العيون ومشاكل، لأنها ثلاث مسارات هنا، النقطة بتقوي طاقة الكلية، بتقوي طاقة الكبد، بتقوي طاقة الطحال. طيب في نقطة تانية اسمها سبلين 9، أنا بمشي بإيدي كده لغاية ما تيجي تحت العظمة دي، مش سبلين 9 اللي أنا قصدي عليها، لا، هننزل منها 3 تصن هنوصل لسبلين 8. أي نقطة عايز تعرف بتجيبها إزاي، بتكتب كلمة اس بي مثلا، سبلين مثلا اختصارها الاس بي، اس بي 8 اكيوبانكشر بوينت، تدخل على الصور هتطلع معايا. طيب في نقطه بقى اللي هي ظاهر القدم، ليفر 3 من بين الصابع الكبير والصابع اللي بعده على ظاهر القدم نفسه، اسمها ليفر 3، هتبقى مفيده جدا لمشاكل العيون، تمام. طيب بعد كده نقطه الاخدعين اللي هم جي بي 20، هنا كده
جي بي 20 دي نقطة رائعة جدا لمشاكل العيون، تمام كده، وفي فوق الحاجب بواحدة صن في نقطة كده بتقيس يعني بنص الحاجب كده تطلع ونص صن واحدة صن كامل، ويبقى هنا لو انت هتحط حتى كاسات حط كاسة يمين ويسار هنا، ديت لجميع مشاكل العيون لأن هي قريبة من العيون، حتى كمان الجيوب الأنفية رائعة فيه، تمام. يبقى جي بي 14، تمام. وممكن كمان تحط كاسة هنا جنب العين وكاسة هنا قريب من المرارة واحد، لأن حلو جدا مسار المرارة بالنسبة للعيون. بس طيب ممكن نحط الأخت عين، تمام، هتعالج العيون الجيوب الأنفية، ممكن نحط جي بي 14، ممكن كمان العيون أنا أشتغل على وسط الرأس اللي هي الجيو 20. كل الكلام ده هنشرحه بالتفصيل، بلاش تخلونا نضيع وقتنا وتحس ان انت مش هتبقى فاهم، فخلي واحدة واحدة، هنمشي واحدة واحدة عشان تبقى الدنيا سهلة بالنسبة لك.